عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سسجة، قناتي حروف وكلمات على اليوتيوب. كثيرا من أولياء الأمور يسألون عن طريقة الإملاء للصف الأول الابتدائي، وخاصة احنا هسه نستخدم الطريقة المقطعية. أني حشرح كيفية الإملاء إذا كانت القراءة مقطعية. أولا، قبل لا أرجع الابن إملاء، أكتب حروف المد آ و ي أولية، ي آخرية. آ أهم شيء تلفظه صحيح، آ و ي أولية، ي آخرية. أخذنا بهاي المرحلة يعني الفتحة فقط، أ أ. أخليه يميز بين لفظ الآ آ وبين لفظ الفتحة أ أ. هنا من أرجع لإملاء، أرجع له بالطريقة المقطعية. يعني إحنا أول أشرح له، أو المعلم شارح له، من أريد أرجع لإملاء بالبيت أجي أقول له إحنا نراجع لك الحروف هاي، د ب ان ار ام ق ق. هذين الحروف احنا وصلنا از، بما ان وصلنا وز از، ذن الحروف ماما اذا اجى مع حروف المد يصبح مقطع ثقيل، آ دا دو دي با بو بي. الفظهن بصورة طويلة، يعني خلي الطفل يميز بين المقاطع. إذا حرف إن، إذا إجا ويل آ نو، إذا إجا ويل و نو، أخليه يميز باللفظ. هاي النقطة الثانية. نجي نرجع للكلمة، شلون أرجع للكلمة؟ مثلا أريد أرجع لكلمة نبني، كلمة نبني، ن ن ب ن ب، ني ن ن ن. شوف شلون لفظتها بشكل خفيف، ن ب، هذا الحرف لفظته ب، ني بدون أي إضافات. إذا حرف نينا مع حروف المد يصير من ألفظة أطوله أو أضخمه. نجي كلمة رباب، ر ر ر، وحدة خلينا لها فتحة، ر ر با ر با، ب ب رباب. عشان أجي هنا أنا من مثلا كلمة نمير، ن ن مي نمي أر نمير. عندنا نوري، نو نو ري نو، هاي طريقة مقطعية، نوري نوري. نجي مثلا نامة، نا م نامة نامة نامة. عندنا مثل كلمة وز، و و فتحة و ز. عندنا زورق، ز ز و ز و، ر زو ر ق زورق، زورق زورق. ايش اقرا؟ عندنا زينب، زي ن زي ن ب زينب، زي ن ب زينب. عندنا صف الثاني، شلون طريقة الإملاء؟ مثلا أنا أحفظ القرآن، هذا أول درس ياخذون صف الثاني، يقول أ أنا أنا، أ أح ف
أحفظ عندنا هاي المادة القرآن سألت. طبعا هاي مستواهم وسط وضعيف، يعني الشاطر هو كذا سألت يكتبها يعني بسرعة. فاطمة فاطي، هالشي أزغر أضخم له إذا مقطع ثقيل ولفظ خفيف إذا مع الحركات. فاطمة تو إيه فتحة إيه خا إيه خا ها أخاها.